السلام عليكم حبيباتي، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. بما انه دخلنا في موسم الشتاء، لازم نهتموا شوية بالبشرة تاعنا ونعطوها حقها هي الثاني. حبيت نعطيكم منتجات اللي نستعمل فيهم وفادوني. اول شيء نبداو بالشامبو للشعر وهو التخادو. هذا الشامبو ينشف الشعر الدهني وفي نفس الوقت يرطبه ويخلي ريحته تهبل. ثاني شيء غسول الوجه من نيتروجينا، ينشف البشرة الدهنية ويخليها منعشة وريحته تاني هو تهبل. صابون ديرما اكتيف عشق الابادي، يهبل ينقي الوجه ويبيض وينحي الحب، انا ما نبدلوش. ماء الورد من شركة أبو سعد، أحسن ماء ورد جربته، بزاف بزاف هايل، ورجعت ليه مام من البيض خير. أنا ما لقيتش ديت الوردي، حتى هو مليح وينشف الوجه ويخليه رطب. الكريم كاليديرم الحمراء تاع النهار ترطب الوجه وتصلح قبل المكياج، والخضرة تاع الليل فيها الكولاجين والفيتامين آ، كي ديريها في الليل الصباح وجهك يولي رطب ويضوي الوجه. خلي التفاح ما يخطينيش، مليح للحب طبعا، نديرو في القطنة نتاع الودنين فوق الحبة تروح ليه ليه، ونخفو بالماء ونمسح به وجهي كي تونر، ينقص الزيوت. انا بشرتي ذهنية. والبومادة الصفراء مليحة بزاف تاني للحب، نحطها في الليل والصباح نلقى الحبة راحت. زيت شجرة الشاي تاني هو مليح للحب، مليح بزاف، ينشف الحب ويروحه من الوجه. الصبار او الالوفيرا استعمالاته بزاف، انا نديره مع لي ماسك لوجهي ونحطه في شعري تاني هو مليح. وايضا مقشر من فينوس، هو منظف ومقشر في حبيبات الارز، التقشير تاعهم خفيف وناعم، ما نغسلش به كل يوم، وبعد ما تغسلي وجهك يرطب. البنات نتمنى تكون فدتكم، ما تبخلوش عليا بلايكات ومشاركاتكم في القناة ومشاركتكم الفيديو ايضا في جميع المجموعات. نتمنى ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد، والسلام عليكم.